فكرة عملتها وتعلمت تتلو. أول ما بلش يوعى كان يشوفنا عبر الموبايل إنه شلون عم ندور، وعمومه وولاد عمومه كلهم عم يدوروا، فحب هذا الشيء منا. حب بلش يفتل أول بداية مشيته، يعني كان عمره تقريبا سنة بلش يفتل. أنا صرت صلح له أغلاطه، مثلا حركة معينة مثلا عم يعملها بطريقة غلط أنا عم صلح له إياها، تابعته بين العمر السنة لحتى صار عمره تقريبا ما يقارب سنتين، صرت أخذه معي على الحفلات، ولحد الآن نحن محافظين على هذا الإرث، هذا اللي فات على العيلة تبعنا، إن كان من الإنشاد ولا إن كان من مولوية، وحابين إنه نعلمه لأولادنا كمان، لسبب إنه نتم محافظين عليه ما نخليه يطلع لبرا.